المستقبل للإسلام. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك سيكون تاما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله.